مختلف الاختصاصات في الألعاب الأولمبية بعد ما كنا مع إسماعيل معلل لاعب منتخب الكرة الطائرة باش نحكيو توا مليك مع لاعبة المنتخب مريم الحمراني اللي كانت انهزمت ضد الجزائرية من خليف في الدور ثم النهائي من الوزن الخفيف 57-60 كيلوغرام بنتيجة 5-0. معنا بالتليفون مريم. مريم أهلا بيك. عشان شنو أحوالك لاباس؟ الحمد لله يعطيك الصحة. شكرا لك مريم على تدخلك معنا. حابين ناخذ من عندك فكرة تفاصيل أكثر عن مشاركتك في البطولة الأولمبية في الألعاب الأولمبية والهزيمة ضد الملاعب الجزائرية. شنو صار في المقابلة مريم؟ والله احنا عملنا استراتيجية، حاولت نطبق الاستراتيجية، هي زادة حضرت، عملنا اللي نجمو، النتيجة ما تبعتش، مش مشكلة، احنا عطينا نطور وعنا أهدافنا أخير، ان شاء الله ربي يوفقنا في اللي جاي. وكهو احنا ديما نخدموا الهدف نتاعنا بوديوم، ما جيتش توا ان شاء الله تجي في قدم التظاهرات. عندك على فكره الجزائريه ايمان خليفه اللي لعبت لها مريم؟ لعبت معاها في نال في الافريك، ربحتني في الافريك. معناتها مش اول مره تلعبها، شنو اللي عمل الفرق؟ علاش فاش كانت افضل منك؟ ما نعرفش، انت ما كنتش في نهارك اليوم، شنو عمل الفرق بالضبط؟ لا 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 مش لا، بالعكس انا حضرت لها ومركزه بالكدا وكل، ولعبت خير من الافريق برشا، فما اغلاط تنحاو نقصوا، المشكله اللي هي معناها ما عند ربي، هي طويله برشا، دونك انا كي نعمل الاتاك نتاعي هي ترجع بعدي خاطر يدها طويله، معناها يماركي الاربيتراج، خاطر احنا في تونس مش عارفين البوانتاج في البوكس كيفاش، كي يسمع 5-0 يقول لك انت ما ضربت الجمله، وهي شنية فما تحت الرينج 4 اربيتراجات وفما اربيتر فوق الرينج هذوما 5، وهما يختاروا يا البوكسور هذا يا هذا، هي عندها زوز، خاطر احنا لعبوا 3 روندات في 3 دقائق، انا عندي روندة وهي عندها روندة، مي الخمسة اربيتراجات عطاوها هي خاطر هي تضرب بعدي، فهمت؟ دونك هما يمشيو على لاتاك الاخراني يماركيو لاتاك لها هي، مي انا نضرب اكثر وهي تعمل هكا ضربه بركه معناها تعديلي ولا تصيب ضربه بركه يتحسب لاتاك الكل لها هي. جست نحب نفهم الكل معناها تكتيك. اي نعم، باش التوانسه خاطر ما يعرفوش برشا قوانين تاع الملاكمه. مريم فهمنا النقطه هذه بالذات، علاش؟ عندنا مدربين في تونس ما يعرفوش الاربيتراج كيفاش ولاو يحسبوا خاطر تبدل التنقيط. خير على خير. تونس مش عارفين، يقول لك 5-0. خير على خير، معناها هكا معناها اذا كان المدربين ما يعرفوش. لا عندنا خاطر اي خاطر معناها ما عنديش برشا، تبدلت البطولة العالم اللي فاتت اللي تلعبت تبدل برشا التنقيط، فهمت؟ انا توا فاهمه هذايا خاطر عندنا اربيتراجات مشاو معناها البطولة العالم اللي فاتت وجاو عملوا معايا جلسه واثنين باش فهمت انا البوانتاج، فهمت؟ معناها اللي يضرب الاخر هكا هو اللي تحسب له النقطه، حسب ما فهمت من كلامك ولا كيفاش بالضبط؟ هذيك هي، اي هذيك هي، وهي اطول مني بالكدا دونك تمد يدها تجيبها، فهمت؟ مع حتى كي نسكيفي ولا حاجه تعرض لي هي كلها شنيه تكتيك. انا توا المره هذه لعبت خير برشا من الافريق، نزيد نحسن ونزيد نصلح وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. اكيد ان شاء الله. ما عادش الميكرو محلول قدامك مريم، التحضيرات كانت باهية اللي كنت توفرت لك كل الظروف للمشاركة بالحجم هذا الحمد لله. طب ما عند ربي اللي توفر لي انا خير من برشا اتليت اخرين، وراو بالحق احنا الاتليت نتاعنا ديما يشكيو ناقصنا، راو احنا حالنا خير من برشا بلدان اخرين، ثم برشا بلدان راو حالهم يشكي الرب ويعملوا في ريزولتا، الحمد لله احنا متوفر لنا برشا حاجات برغم كل شيء، متوفر لنا برشا حاجات، اقل حاجه المراه، انت كي يجيك رئيس لجنه اولمبيه ولا تجيك وزيره ولا يجيك رئيس جامعه ويكلم فيك ليل مع نهار، هذيك سوتيان قبل كل شيء، يعني هذيك تحذير نفسي وبرشا حاجات، فهمت؟ الحمد لله ما جاتش النتيجه توا بقدره الله تجي، المهم واحد يخدم ديما القدام. مش مشكله النتيجه نمشيو في الثنيه صحيح. باش نمشيو بالخطوه نمشيو نبدو، المهم نوصلوا للنتيجه نهار. باش تقعدوا التوانسه مريم. ان شاء الله عندنا بطولة العالم على قريب، وعندنا الاولمبيك 2024، عندنا ميديترانيا 2020، لازم تجي النتيجة، انا مانيش خارجة من السبور لما نعمل ميداي ونخلي اسمي في الملاكمة التونسية والعالمية. اصرار كبير دونك باش تكون عندك ميدالية ان شاء الله، هذا ما نتمناه هذيك. تعبت وضحيت ونحب نعمل ميداي ونحب نخلي اسمي في الملاكمة التونسية ان شاء الله. ان شاء الله علاش لا، اكيد بفضل العزيمة هذه ما تنجم تكون، وكان استناو ما خير ان شاء الله. مريم علاش مش كان انت تقريبا الملاكمة كانت قبل ما عادش نستناو برشا من الملاكمة، علاش اغلب اللي يلعبوا الى حد الان ما فماش نتائج كبيرة؟
والله مش كان احنا العرب الكل خرجنا معناه مكتور لولا وهذيك هي هذيك هي الدنيا الدنيا طبقات راه ديما فما ديما فما الفوق فما لوطا فما متوسط فما ديما الافريق احنا اقل من الاوروب خاطر ما عندناش برشا احتكاك احنا ما يعمل لك دوره الا ما يعمل قاوق ويعمل برشا حاجات في الاوروب لا يعمل لك يجيب الاربيتراجات ويسهلها الحكايه رينج واربع كراسي وشويه اربيتراجات وديما تمشي وفما كونتاكت احنا يصعبوا برشا ديما فما حد شيء تعمل رينج على البلاج انت في الصيف هذايا تو العباد تجي تتفرج معناها احنا كان جينا نبسطوا فيها راهو تصير لي كونتاكت ما بيننا ما بين المغاربه ما بين الجزيريه ما بين كان جينا نبسطوا فهمت مي احنا نحبوا ديما كل شيء نعملوه على قاعده دونك هذيك هو اللي ياخذ وقته وخلينا في الاوروب راهو تبدا سات على ظهرها وكل جمعه تمشي تلعب تورنوارا فهمت تلقى الحلول تولي مهما يجيها الموديل تلقى الحلول وتولي تضرب وما عادش تحسب وتولي برشا حاجات دونك اللي لازم معناها تقول انت اكثر كومبيتيسيون هكا باش نتحسنوا الناس الكل معناها مش كان الاحتكاك هو اللي يطور راهو البنيه هي اللي تطور راهو يشد كونترونور من الصباح لليل لوسون 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 وساك واعمل الدنيا كل وجري واعملهم الكل ما تتطورش اللي يطورك البنيه اللي تعمل كونتاكت مع الكوبيه ومع الهنديه ومع التركيه ومع فهمت وفنزويلا وقداش من البلاد تتطور بالسيف اما انت تقعد راسك راس الجزيريه راسك راس المغاربه راسك المصاروه سي نورمال احنا نفس الكل بطبيعتنا معنا مش باش نتطور فهمت ان شاء الله ربي يصلح الحال وكه واضح يعطيك صحة شكرا ليك مريم على تدخلك معنا وبالتوفيق انت الجاي خير ان شاء الله يعطيكم انتم على المتابعه من قبل الاولمبيك وفي الاولمبيك وبعد الاولمبيك يعطيكم صح اكيد هذا واجبنا تجاه رياضينا خاصه رياضينا الرياضات الحقيقة الفردية مقصرين معها كعلامة أكيد ما تنجمش تكون فرصة خير من هذه الأولمبياد بحجم التظاهرة هذه باش نتابعوكم ونعرفوا آخر أخباركم شكرا لك مريم الحمراني الملاكمة التونسية اللي انسحبت من ثم النهائي الأولمبياد الجزائرية إيمان خليف بعد من هزمت بنتيجة خمسة بلاش موزيكا الأخبار وبعد مكملين فير بلاي حتى الخمسة